مين فينا ما بيسعاش وما يحبش ان يكون عنده كلب شراسته عالية جدا وفي نفس الوقت يكون حجمه ضخم؟ عندك كلب شراسته عالية جدا وحجمه مش ضخم؟ عايز اقولك من طارق قناة عصابة الكلاب والقطط، يبقى المعادلة كده ناقصة، المعادلة كده ما كملتش. الفيديو ده يعتبر من اهم الفيديوهات اللي هتلاقوها موجودة عندي على القناة، وعايز اقولك ان الفيديو ده انا هقسمه لجزئين، الجزء اللي انت شايفه ده الجزء الاول، والجزء الثاني هيبقى الجزء الاهم. وعايز اقولك ان الكلاب اذواق، انا عن نفسي بعشق الكلاب الضخمة، بعشق الكلاب الضخمة مع الشراسة العالية. كلب شراسته عالية جدا وحجمه مش ضخم، بحس ان هو ما بيرعبش او ما بيخوفش الشخص اللي قصاده، وخصوصا لو انت جايبه للحراسة، وهي الموضوع في الاول وفي الاخر اذواق. تعال نكمل الفيديو بعد الانترو. وندخل في موضوع الفيديو على طول. اول كلب معانا كلب الجريت دان، ولو خدتوا بالكم ان احنا بنشبهه على طول بالحصان. كلب الجريت دان فعلا ارتفاعه بيوصل لارتفاع الحصان. عايز اقول لك ان هو من اعلى الكلاب اللي ممكن عينك تشوفها او تسمع عنها. واسمع يا غالي بالارقام، عايز اقول لك ان صغير الخير الحصان اول ما بيتولد ارتفاعه ما بيتجاوزش 76 سنتي، وكلب الجريت دان ارتفاعه بيوصل ل 90 سنتي، يعني يعتبر كلب الجريت دان اعلى من صغير الخير ب 14 سنتي. اما عن الشراسه عايز اقول لك ان هي مش موجوده عنده بالفطره، بس سهل جدا يكتسبها بالتدريب من اول مره، مش هقول لك من تاني مره. ولو حابب تعرف اذا كان كلب اجتماعي ولا لا، فانا عايز اقول لك ان هو كلب اجتماعي من الدرجه الاولى، بيحب افراد الاسره جدا، كلب ما بيملش خالص للعنف، بس زي ما قلنا عنده تحول 180 درجه مجرد ما يحس بالخطر. تعال على طول ندخل على الكلب اللي مظلوم عندي في القناه ومظلوم في معظم القنوات، كلب الانجليش ماستف او الاولد انجليش ماستف او كلب الدراوس الانجليزي، ليه كذا اسم حرفيا. عايز اقول لك ان كلب الانجليش ماستف من اعلى الكلاب اللي عينك ممكن تشوفها، ارتفاعه بيوصل من 75 ل 80 سنتي. عايز اقول لك ان تكوينه العضلي بيوصل ل 60% كتله عضليه و 40% دهون، ووزنه بالكيلو بيوصل ل 75 ل 80 كيلو جرام. اما لو عاوز تعرف صفاته الشخصيه، فانا عايز اقول لك ان هو من اشجع الكلاب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، كلب ما بيترددش لحظه انه يدافع عن نفسه او يدافع عن صاحبه، وعلشان كده انا قررت ان لازم ياخد حقه عندي في القناه ويتعمل له فيديو اسطوري. تعال على طول ندخل على الكلب الثالث معانا، كلب الباندوج. كلب الباندوج عايز اقول لك ان هو من ابشع الكلاب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. الشراسه عنده مش هقول لك ان هي موجوده بس بالفطره، عايز اقول لك ان الشراسه عنده شراسه مميته. وانا يا غالي عايز اقول لك على حاجه، الشراسه بالنسبه لي مش شويه هوهوه، يعني لما اجي اقول لك على سلاله عندها شراسه مميته يبقى تاخد كلامي بمحمل الجديه. كلب الباندوج ارتفاعه بيوصل ل 77 سنتي، اما عن وزنه فهو كلب مش تقيل، كلب خفيف في الحركه، ودي اكتر حاجه مرعبه فيه. وزنه بيوصل ل 60 كيلو جرام، يعني الاتاك بتاعه ما بياخدش الا ثواني معدوده. تعال على طول ندخل على مسجل الخطر، كلب البولي كوتا. كلب البولي كوتا عايز اقول لك ان هو كلب غني عن التعريف، سيتو سابقه زي ما بيقولوا. عايز اقول لك ان ارتفاعه بيوصل ل 90 سنتي، يعني زيه زي كلب الجريت دان، كلب الدنوا يعني. بالنسبه لوزنه عايز اقول لك ان هو كلب يعتبر من الاوزان الثقيله، وزنه بيوصل ل 90 كيلو جرام، وانت مش هتحس بتقل وزنه ده بسبب ارتفاعه العالي. اما عن شراسته لو انت ما تعرفوش، كفايه ان انا اقول لك ان هو كلب محطوط على قائمه الكلاب المحظوره دوليا. اما بالنسبه لشخصيته عايز اقول لك ان هو كلب مش اجتماعي نهائي، حياته كلها عباره عن صيد الفرائس وبس. تعال على طول ندخل على الكلب الخامس معانا، كلب التبتان ماستف او كلب الماستف التبتي. عايز اقول لك ان هو كلب من اشرس الكلاب اللي ممكن تسمع عنها، ارتفاعه بيوصل من 75 ل 90 سنتي، اما عن وزنه عايز اقول لك ان وزنه بيوصل من 90 ل 95 كيلو جرام. اما عن تقسيم كتله العضليه عايز اقول لك ان 60% منه دهون و 40% كتل عضليه. رغم كده عايز اقول لك ان كلب التبتان ماستف يعتبر كلب حارس، كلب حارس من الدرجه الاولى، يعني الحراسه موجوده عنده بالفطره من غير ما تحتاج ان انت تدربه عليها، بس انت لو هتعاني هتعاني معاه في مشكلة اتنين. رقم واحد عايز اقول لك ان كلب الماده الخام للعند، كلب عنيد جدا لان شخصيته قويه جدا. اما رقم اتنين فعايز اقول لك انه كلب بيفرض شخصيته على اي حيوان اليف تاني بيتربى معاه، ده غير سعره اللي كل يوم في العالي اللي وصل لوقتنا هذا ل 2 مليون دولار. وعايز اقول لك الرقم ده طبعا للكلاب البيور اللي بيتعمل عنها مزادات في الصين ونيبال والهند. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. لو انت مش مشترك في قناه عصابه الكلاب والقطط، قناه مافيا دوجز اند كات، يشرفني اشتراكك في اكبر قناه موجوده على اليوتيوب بمتابعيها، يعني بيك انت. وما تنساش تعمل احلى واعلى لايك منك للفيديو، هتوحشوني حرفيا. لحد الفيديو اللي جاي اشوفكم على خير، مع الف سلامه.